صقر الحامدي. صقر, من صقر الحامدي. يا مرحبا وسهلا فيك اخوي صقر, تفضل. الله يحييك يا اخوي عزيز. بس عزيزي عندي مداخله بخصوص طريق وادي حيدي, اللي هو وادي حيدي يعني صحار وادي حيدي. هذا الطريق يعني صار يعني كما تقول مجزره, وتكلمت الناس مرارا وتكرارا لكن بدون جدوى. فجاءت الحكومه تفضلت جزاها الله خير, فقالت احنا بنوقف الشاحنات. صحيح. بنوقف الشاحنات, بيكون ممنوع منعا باتا مرور الشاحنات فوق 7 طن لهذا الطريق. لكن لحد اليوم يا اخي العزيز احنا هذه الشاحنات بيسوي لنا ما شاء الله طابور رايحه من عبري جايه الى صحار بنفس المستوى. كلمناهم, نتكلم مع الشرطه, يقول لنا بنعطيكم رقم عمليات صحار, تواصل مع عمليات صحار نكلمهم, فلكن سبحان الله بدون رادع. فالشاحنات مستمرة على الطريق. يعني قصدك أن رغم قرار وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات بمنع الشاحنات من طريق وادي حيبي؟ أيوة نعم, رغم القرار اللي صدرته وزارة النقل والاتصالات لحد اليوم الشاحنات, أنا أكد لك لحد اليوم الشاحنات تروح وترجع بنفس المسار, لكن صار شيء ولكن استوى شيء. والقرار اللي صادر؟ والقرار اللي صادر هذاك بس كأوراق. مشكلة هذه, مش مشكلة إذا نصدر. نعم, مع أنه في مع أنه حددوا موعد معين, قال لك من هذا التاريخ يسر القرار. أيوة نعم, القرار احنا نعرفه وسمعناه وفرحنا فرحة بالقرار, لكن للأسف الشديد يا أخي العزيز لحد اليوم الشاحنات مستمرة بهذا النمط, ما تغير ولا شيء. وانت يوم نطلع على الشارع والله ان نشل كما تقولنا ارواحنا على يدينا من كثر الشاحنات اللي تمر, بالخاصه الشاحنات اللي من عبري. معظم الشاحنات اللي جايه من طريق عبري محمله بالرخام, هذه الشاحنات ما تنقطع ابدا, مستمره للاسف الشديد مستمره. وما اعرف ما نعرف لمن نرجع ولمن نتكلم. جزاهم الله خير هم وزارة النقل والاتصالات جالسين تو يصلحوا الشارع, اقل شيء يسووا له ارصفه استرابيه, ما انها ارصفه يعني ثابتة بتكون بالأسفلتية, أرصفة ترابية فقط. إنزين, لكن أنت والله الشارع هذا خطير, خطير جدا جدا يعني. نعم. والشارع بعدين كل متآكل متهالك من 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 الشاحنات اللي تمر عليه رايحة جاية رايحة جاية. الشارع متهالك كله حفر, كله يعني مخاطر كثيرة هذا الشارع. وهذا القرار المفروض أنه يدخل حيز التنفيذ تقريبا من 1/11/2021. أيوة صحيح كلامك, المفروض من 1 نوفمبر. نعم الكلام من 1 نوفمبر, لكن لحد الحين الشحنات أنا أكد لك إنها تمر. وكم ما اللي أنا الشخص الوحيد اللي تكلموا في الشرطة, تكلمنا مع العمليات يعطونا عمليات خام نتكلم معهم, قال الحين بنخلي لهم حد يفتش ولا ما أعرف ويش, لكن يعني بدون جدوى. الشاحنات بعدها مستمرة مستمرة, أنا أكد لك. حتى قبل أسبوع حارس شاحنة من قلب هنا يعني أنت تتكلم الحين صقر, وزميلنا جاسم البداعي في الإعداد يطلع قرار وزارة النقل اللي فعلا يعني الآن واضح أنه سريان القرار من 1 نوفمبر يخضع القرار. أيوة نعم. للتقييم الدوري, الهدف منه تنظيم. أيوة. وإدارة حركة الشاحنات على الطريق وانسيابية حركة المرور والحد من الحوادث المرورية, هذا الأثر المتوقع يعني. هذا يعني ما دبوسه غايب علينا, هذه شاحنة تريلا هين كبرها في الشارع مخالفة. نعم. ما يبغى يعني, أنا مستغرب أنه لازم يعني ننتظر بلاغات تجي مثلا, ترى هذه تو قدام الكل يعني تمشي في الشارع قدام الكل. نعم يا أخي العزيز قدام الكل, هذه الشاحنات يعني ما واحدة اثنتين ثلاث أربع يعني مستمرة مستمرة. طيب. مستمرة هذه الشحنات رايحة راجعة, تحصل لك 3 قدامك 4 ماشي مشكلة. طيب مسيطرات على الشارع كل السيطرة, لا تقدر انت تتجاوز اصلا الشارع, ما مهيئ انك تتجاوز فيه. شارع تعبان, شارع كل حفر فيه. حتى قبل اسبوعين نفس الشيء, الشارع في حفرة كبيرة عندك في وادي الفرس, الشارع في حفرة كبيرة. يعني رغم انه هذا ما الحل الجذري, هذا جزء من الحل لكن بعده ما طبق من الحل يعني, لكن الحل بعده لحد يعني. وانا اقول جزاهم الله خير, القرار صدر وشفنا احنا حاليا شركات جالسه تعمل ارصفه ترابيه, لكن هذه الحلول كما تقول حلول بسيطه جدا. الرصيف الترابي لو مرت عليه اي شاحنه ثانيه بتشله معها, او صارت امطار او صار اي حاجه. هذه حلول مؤقتة, أنا أشوفها حلول مؤقتة, لكن بنفس الوقت يعني محتاج إن هذا الجماعة حد يتابع معهم. صحيح. يشيك معهم ويوقفهم. صحيح. طيب يعني حين مثلا
على سبيل المثال في محافظة مسقط حددت أوقات الذروة إن ما تمر الشاحنات وما نشوف شاحنات في الشارع أبدا، لأنه خلاص معروف ترى يعني شيء يعني بيكون واضح إذا مرت شاحنة ما تقرأ شاحنة أنها تمر في هذه الأوقات. المفروض نفس العملية كذلك في هذا الطريق، لأنه مرور الشاحنات جاء بمنع وقرار وزاري واضح يعني واستخدام طرق بديلة. خلنا نتابع يا صقر مع وزارة النقل ونشوف كيف ينسقوا مع الجهات الأخرى في تطبيق هذا القرار، لأنه يعني بيساهم بشكل كبير في تقليل الحوادث المرورية اللي غالبا حقيقة يعني للأسف الشديد غالبا ما تكون حوادث مميتة يعني على هذا الطريق. وشفنا اللي راح أخي العزيز، إحنا لو نجينا نعمل إحصاء على هذا الطريق وادي حيدي يمكن بشكل يومي أنا اللي أكلمك فقدت فيها عز إنسان معي، أختي توفت فيه على نفس الطريق، أهلنا من القرية كم واحدة توفت على نفس يعني في نفس الطريق، أهالينا أحبابنا أصحابنا كل الناس يعني يمكن يكاد ما يكون بيت في القرى هذا في وادي حيدي وادي أهل ما تأثر من هذا الطريق. نعم. وإحنا الحمد لله أول ما صدر القرار والله إن فرحنا، قلنا خلاص يعني نعتبر حل يعني أقل شيء يخفف علينا زحمة هذا وما الشاحنات، لكن لحد اليوم الشاحنات بعدها تمر في نفس الطريق. طيب يا صقر، نحن بنتابع ان شاء الله مع الاخوه في وزاره النقل والاتصالات وبنفهم منهم مدى تنسيقهم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وسمحوا لنا على تسلم. بالعكس سعيدين بسماع صوتك، بارك الله فيك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شكرا. والله يوفقكم يا رب. شكرا لك يا اخوي صقر من ولايه